مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي الجديد. في هذا الشرح سنريكم خطوة بخطوة طريقة تركيب مكيف الهواء بطريقة احترافية وسهلة حتى للمبتدئين. إذا كنت تفكر بتركيب مكيف في منزلك أو مكتبك فهذا الفيديو سيساعدك على فهم كل شيء من الألف إلى الياء. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد في عالم التبريد والتكييف. إذن دعونا نتعرف على الأدوات التي سنحتاجها: مفك براعي، مفتاح، شريط قياس، مثقاب كهربائي أو بما يسمى بالشنيور، ميزان ماء، أنابيب نحاسية معزولة، شريط عازل، ومسامير لتثبيت الحامل الداخلي، حامل الوحدة الخارجية، وكذلك حامل الوحدة الداخلية، ويفضل وجود فني مساعد إن أمكن. الخطوة الأولى التي يجب اتباعها تحديد مكان تركيب الوحدة الداخلية. اختر مكان مناسب داخل الغرفة، يفضل أن يكون في منتصف الجدران العلوي بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ومع وجود تهوية جيدة. استخدم شريط القياس لتحديد مكان التثبيت بدقة، ثم حدد الأماكن المسامير حسب قاعدة الوحدة. الخطوة الثانية تثبيت الوحدة الداخلية. استخدم شنيور أو المثقاب الكهربائي لعمل ثقوب لتثبيت القاعدة على الحائط. تأكد من استخدام ميزان الماء لضبط الاستواء بشكل دقيق. بعد تثبيت القاعدة قم بتركيب الوحدة الداخلية على الحائط. والآن ننتهي إلى الخطوة الثالثة، عمل فتحات أنابيب والأسلاك. حدد نقطة مرور أنابيب عبر الحائط إلى الخارج، ثم استخدم المثقب لعمل الفتحة بقطر مناسب بشكل مائلي لكي يتجه الماء بشكل بسيط لتسهيل تصريف المياه. رابعا تركيب الوحدة الخارجية. لنذهب خارجا لتركيب الوحدة الخارجية. اختر مكانا جيدا للتهوية وبعيدا عن مصادر الحرارة المباشرة، وقم بتثبيت الحامل باستخدام مسامير قوية. بعدها ضع الوحدة الخارجية بعناية فوق الحامل وثبتها بإحكام. خامسا سنواصل بتوصيل الأنابيب والأسلاك. وصل الأنابيب النحاسية بين الوحدتين الداخلية والخارجية، ثم قم بعزلها جيدا. بعدها أوصل الأسلاك الكهربائية حسب دليل التركيب، وتأكد من فصل الكهرباء أثناء العمل لسلامتك. سادسا اختبار ضغط الفريوم. بعد توصيل كل الأنابيب والكهرباء يجب فحص نظام التبريد باستخدام جهاز قياس الضغط للتأكد من عدم وجود أي تسرب. يمكنك استخدام مضخة تفريغ لإزالة الهواء إن كانت لديك وكنت تتوفر عليها. الخطوة السابعة نقوم بتشغيل المكيف واختباره. أعد توصيل الكهرباء، ثم شغل المكيف وتأكد من أن الهواء البارد يخرج بشكل طبيعي وأن الوحدة تعمل بدون أصوات غير طبيعية، يعني يكون المكيف يشتغل معنا
بشكل هادئ ولا نسمع أي صوت. وبعد ذلك سنكون قد انتهينا من كل المراحل، وهكذا تكون قد انتهينا من شرح طريقة تركيب مكيف الهواء خطوة بخطوة. إذا أعجبك الفيديو والشرح لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك. نلقاكم في فيديوهات قادمة، دمتم بخير.